تعالوا نشوف بقى بعض الأخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا بخصوص المنتخب من خلال الحسابات الرسمية المختلفة، وأكيد الكل في اتجاه توقع التشكيل، رغم ان انت ممكن تتفاجأ من الراجل ده بأي حاجة يعني. لكن هنا مثلا نبتدي بحساب الوطن سبورت على تويتر، واللي قال التشكيل الأقرب للمنتخب في مباراة اليوم: الشناوي في حراسة المرمى، عمر كمال، محمود حمدي الونش، احمد حجازي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، السولية، عبد الله السعيد، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد. مستغرب كل استغراب، هكون مستغرب قوي قوي لو زيزو ما بداش الماتش. ممكن تستخدمه كورقه وكل حاجه، بس هو ختم ماتش نيجيريا على افضل ما يكون، وكان هو والشناوي هم نجوم منتخب مصر في الماتش كله يعني. فانا عن نفسي كنت اتمنى زيزو يكون موجود في الملعب النهارده كاساسي يعني. كورة بلس حسابهم على تويتر وبيقولوا ان هيكون في 4 تغييرات في صفوف منتخب مصر امام غينيا بيساو اليوم، وبيقولوا برضو التشكيل اعتقد قالوا نفس التشكيل اللي احنا قلناه قبل كده: الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع ايمن اشرف والونش واحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد اللي بيعوض اكرم توفيق، ايمن اشرف هيعوض فتوح، خط الوسط السولية دنيني عبد الله السعيد، خط الهجوم محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. واضح ان هو في اصرار على ان نفس الطريقه بتاعه اللعبه هي اللي تكون بتنفذ يعني. الله اعلم ده هيكون امر ايجابي ولا لا، هنشوف. خلينا نتابع ونشوف. حساب اليوم السابع على تويتر بيقول كيروش للاعبي المنتخب قال لهم ايه؟ قال لهم انسوا نيجيريا، غينيا بيساو اولى مبارياتنا في امم افريقيا، مهم قوي ان هو يحاول يتعامل معاهم نفسيا ويخرجهم من الصدمه اللي حصلت على صعيد الاداء وصعيد النتيجه، وتهيئهم للي جاي، لان اللي جاي هو الاهم وهو اللي هيكون حاسم في مشوارنا في البطوله باذن الله تعالى. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان وتصريحات لي، وده من خلال حساب المصري الرياضي على تويتر، وهو كان قال التصريحات دي في احدى البرامج التلفزيونيه. قال: من الممكن ان اخسر اول مباراه واحصل على البطوله في النهايه، ده امر طبيعي وارد قوي وحصل كتير قبل كده في مختلف البطولات يعني، مش بس في افريقيا. لو كنت مكان كيروش لن اعتذر عن خساره مباراه نيجيريا، لاني من الممكن ان اخسر اول مباراه واحصل على البطوله في النهايه. اختلف مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه يعني، اسمحوا لي، لان لا، مهم قوي ان هو يعتذر عن الكوارث اللي هو عملها في المباراه. ممكن تبتدي صح وتشتغل صح وتخسر، مش هيبقى مطلوب منك انك تعتذر، لكن انت كل التعديلات اللي عملتها وكل التغييرات اللي في التشكيل، كتشكيل كان كويس بس كتوظيف كان كارثه، فلازم يعتذر على التوظيف ده ولازم يعدل من الامور اللي حصلت دي في مباراه النهارده والمباريات اللي جايه كلها باذن الله يعني. طيب خلينا كمان نروح لليوم السابع وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا تاكد غياب فتوح امام السودان في امم افريقيا، ده امر يعني معروف، الناس كلها كانت بتقول ان هو هيغيب في مباراه غينيا بيساو بس ويلحق مباراة السودان، لكن شد في السمانة صعب قوي. وانا يعني بحبس جدا ان يتم اراحة فتوح، لان مفتاح مهم قوي قوي في تشكيلة منتخبنا للمراحل المقبلة من البطولة ان شاء الله، عشان يكون جاهز ويفرق معانا في التشكيل. اليوم السابع لسه معاهم وحسابهم على تويتر: منتخب مصر يتوجه الى ياوندي غدا استعدادا لمواجهة السودان في امم افريقيا. احنا هنلعب السودان هناك في ياوندي، فهتخلص الماتش النهارده تبات الليله دي في ذروه، وبعد كده بكره ان شاء الله الصبح تروح على ياوندي تلعب مباراه السودان باذن الله، تكون المباراه اللي من خلالها تاخد النقطه رقم 6 في مشوارك في المجموعه عشان تتاهل باذن الله لما هو قادم. في نفس الاطار او مش نفس الاطار يعني، امر يخصنا برضو، يخص لاعب مهم قوي، افضل لاعب في العالم محمد صلاح، وهو يورجن كلوب وحديثه من خلال اللي كاتبينه حساب يلا كوره على تويتر. تصريحات يورجن كلوب واللي بيتكلم عن تجديد عقد صلاح، قال: انا مش هقول ان في مشكله عشان اكون صادق يعني، دي محادثات او مفاوضات اللي بتحصل، مش متاكد مما اذا كان الطرفان يحاولان الالتقاء، عاده في الحياه الطبيعيه والاعمال لا تتم بين عشيه وضحاها، وده امر طبيعي يعني. انت ليفربول فريق كبير جدا بيتفاوض مع افضل لاعب في العالم لتجديد عقده، الموضوع مش هيخلص كده في يوم وليله يعني، لا، هياخد وقت شد وجذب، شروط من هنا شروط من هنا، وفي الاخر يستقروا على الشكل اللي هم يتفقوا عليه او يكون مرضي للطرفين يعني. الموضوع محتاج وقت شويه، قد ينجح وقد يفشل. محمد صلاح في اعتقادي الشخصي لو شروطه ما اتوافقش عليها مش هيجدد يعني، واضح من تصريحات محمد صلاح اللي قالها اكتر من مره. كمان لسه مع صلاح، وصلاح من خلال الحساب الرسمي لليفربول اللي بيعلنوا ان صلاح خلاص هو افضل لاعب في الشهر، شهر ديسمبر الماضي، وبكده صلاح يكون خد الجائزه دي 4 مرات في الموسم ده حتى الان: اغسطس وسبتمبر واكتوبر وديسمبر. ما شاء الله عليه، طبعا عامل موسم ولا اروع ولا احسن من كده كمان مع ليفربول.
خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.